بعد شوي ناصر جاي بعد شوي من غزة طلع القرار لازم نكسر الحصار من غزة طلع القرار ينتصار وينتصار ينتصار وينتصار الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بلد الأحرار بلد الثوار بلد الأحرار بلد الثوار بحرك هدار صوتك هدار بحرك هدار صوتك هدار سريع الغاصب سريع الغاصب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أحباب الله والشهداء أحباب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والشهداء أحباب الله والشهداء أحباب الله ألف ألف تحية ألف ألف تحية غزة هاشم أبية غزة هاشم أبية ألف الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذي لا يقدر لكل العرب لأجل ذلك يكرهها ويخافها ويتآمر عليها العدو وطواغيت العرب عليهم لعنة الله خاصة الجار القريب فكما قالوا بالأثر من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن مثل واحد أول حرف من اسمه السيسي عليه لعنة الله اللهم أرنا في مصرعه يوما قريبا يا رب العالمين سلام عليك يا غزة سلام عليك يا رفح يا خان يونس يا جباليا سلام عليك يا كل غزة نكون مع كلمة البلد المضيف ومع الأخ السيد علي عاصلي يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم فلك الصلاة والسلام يا خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين والمبشر لهذه الأمة بالنصر والتمكين وصدقت يا رسولي يا رسول الله حيث قلت لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله قالوا ومن هم يا رسول الله قال في بيت قالوا
أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الجمع الكريم، الضيوف الكرام، والأهل الأحباب، مشايخنا الأكارم، الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، الشيخ كمال خطيب، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التاريخ بأقلامهم من عظم مكسور وحبر من دم مسكوب، ولوحات من بقايا جدار من جدار بيت مهدوم. بلد التضحيات والانتصارات، بلد تعرض لعدوان فاشي وجرائم حرب ترتكب في حق أناسه وساكنيه، بلد فتك به آلة الحرب الحديثة والمتطورة جدا، بحرا وجوا وبرا، مدة 30 يوما حتى وصل بها التضحيات إلى 1880 شهيد، وما يقارب 10,000 جريح، 430 طفل، و250 امرأة، وما يقارب 200 شيخ كبير. الفاشل أن الجيش قد هرب من غزة ويجر خلفه ذيول الهزيمة. الأهل الأحباب، الجمع الكريم، إننا نقف اليوم وفي هذه المسيرة الجبارة صفا واحدا وفكرا واحدا ولسانا واحدا، نهتف بأعلى صوتنا: لبيك يا غزة، لبيك يا غزة، لبيك يا غزة. والمدارس، هل تلذذوا
هذا فعل الذليل المتغطرس. خابوا وخسروا. غزة ما انتصرت على الاحتلال الإسرائيلي. لا، غزة ما انتصرت على الاحتلال الإسرائيلي. غزة انتصرت على من تحارب هي بسيفه من الاحتلال الأمريكي والعنجهية الأوروبية والأمم المتحدة المتآمرة والعملاء أبي رغال العربي من أصحاب الفخامة والرئاسة والجلالة. غزة انتصرت على الاستعمار الأوروبي الشرقي والغربي. غزة انتصرت على العالم لأن العالم تمالأ عليها. الاحتلال الإسرائيلي يحارب بسيف أمريكا وطائرات أمريكا، يحارب بقرارات الأمم المتحدة بالنفاق الأوروبي. غزة انتصرت على هؤلاء جميعا، أطفالهم انتصروا على هؤلاء جميعا. غزة انتصرت للأحرار في كل العالم، المستضعفين المظلومين من طائرات وإرهاب أمريكا وروسيا وأمثالها. غزة رفعت رأسها لتقول لا رجوع للوراء، لا خوف بعد اليوم، لا تنازل أبدا. اكتب يا تاريخ، سجل، ارسم يا رسام، انشد يا منشد، تعال يا مخرج واكتب سيناريوهات البطولات. انضم يا شاعر قصائد العز والفخار لأهل غزة. غزة انتصرت لأحرار العالم. غزة تاج عز وفخار لكل الخيرين في العالم. غزة أذلت المفسدين والمتآمرين الجواسيس الخائنين. غزة هي تاج عز وفخار على رؤوسنا جميعا. هنيئا لك يا غزة، هنيئا لك أيتها الأمة المسلمة. غزة انتصرت للأسرى، غزة انتصرت للمسجد الأقصى والقدس الشريف. لو خسرت تخسر القدس ويخسر الأقصى ويخسر الأسرى. لا، ما كان لها أن تخسر ورب العزة معها، ما كان لها أن تخسر وهي تسجد لله وتدعو الله وتسبح الله وتصوم رمضان. غزة ما كان لها أن تخسر أبدا ولو كبت مرة، لكنها ستنهض. لو كبت أمتنا مرة ستنهض. لو غفونا لن ننام، لو مرضنا لن نموت. هي رسالة لنا جميعا. لعل الكثير أو البعض من أهلنا ملوا رؤية المجازر. في البداية ضحك، في البداية كانوا يبكون، أما الآن الكثير يشاهد المجازر وصارت شيئا عاديا. لا، والبعض يقول إلى متى، والبعض يقول أين النصر، والبعض يقول هذا إجرام لا نهاية له ولن يقدر على الاحتلال إلا الله. لا يقدر على الاحتلال وكل احتلال وظالم إلا الله، ولكن الله تعالى يسلط جنوده، ولكن الله تعالى له جنود من عباده الصالحين من أوليائه هم جنده. ولذلك يا من يأس نقول له: ألم يكن هنالك احتلال صليبي دام في أرضنا وفي شامنا عشرات السنوات، وارتكب المجازر في ساحات المسجد الأقصى بعشرات الآلاف؟ وقال مؤرخهم يومها: من رأى خيول الصليبيين تغوص في دماء المسلمين إلى الركب لقال لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم. لكن خاب ظنهم، نهضت الأمة وانتفضت الأمة وانتصرت الأمة. وجاء خطيبها يومها ابن الزكي، القاضي ابن الزكي، وقال على منبر المسجد الأقصى المبارك، أول ما نطق ابن الزكي تلا قول الله تعالى من سورة
والحمد لله رب العالمين. وصل العدد إلى 1,800,000، والبعض يقول 1,000,000 في خلال سنتين، في خلال سنتين. وانتشر الوباء من بغداد إلى دمشق، خافت الأمة وهان الكثير وضعفوا وقالوا لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم. ونهضت الأمة، أمة لا تموت، وانتصرت الأمة. هنيئا لك يا غزة، هنيئا لك يا قدس، يا مسجد، يا أقصى، هنيئا لنا جميعا هذا العز وهذا الفخار. إن كان دمروا ما دمروا سنبنيها، وإن قتلوا ما قتلوا قتلانا في الجنة وقتلهم إن شاء الله في النار، وإن جرحوا سيشفي الله عز وجل جرحانا، وبإذن الله سنبني المدارس والمساجد والمشافي. نعم سنبنيها من جديد. انتظروا، انتظروا من خلال وسائل الإعلام إن شاء الله حدث سابقا، سنسمع قريبا حدث وسيحدث. كم امرأة، كم حرة، كم بطن، وكم رحم صادق في غزة، سينجب آلاف الذكور والأبطال وآلاف الإناث اللاتي ينجبن الأبطال، ليكون إن شاء الله الوقود لفتح القدس والأقصى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. نشكر لكم حضوركم أيها الإخوة والأخوات جميعا.